هاي اليوم ما في حكي عن انفجار بيروت للأسف. الناس بكفيها اللي فيها. هنحكي شوي عن الأرض، عن شيء جديد اللي عم بعمله اللي هو لوحات 50-60. رح يكون في شيء مودرن، في شيء أبستراكت. حيكون له ستاندات تنحط، مش ضروري بس تنحط على الحيطان، تنحط بالمكاتب. سون رح فرجيكم هذا البروجي اللي عم بعمله، ان شاء الله تحبوه. بفهم الناس عم تنتقدني انه بعدك عم تنزل لوحات، عم تفرجي الناس انه عندك شيء بلبنان بعده ماشي. ايه بعده ماشي، بعده ثقافي ماشي، والناس متعلمه بعدها ماشي، وحنضلنا موجودين بهذا البلد لانه هذا بلدنا. قد ما ظهرنا لبرا بنهي هذا بلدنا، واذا ما كان عندي هويه ما حيكون عندي هويه باي بلد ثاني. باقيين لو ما بقى معنا ناكل، لو ما بقى عم بيع لوحات، بس بكفي انه عم بقدر نزل اشياء تحبوها. Thank you.